هاي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الثور، راح أحاول أحكي فيه عن الأحوال العاطفية لإلك وللحبيب كذلك. راح أتحدث كذلك عن العزاب. هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي القمري طالع، وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية. اوكي، بداية يا برج الثور، عم شوف طاقتك كأنه عم تراقب الشريك إلك مدة، وانت يعني لحالك، يعني كأنه عم تلملم جراح نفسك او عايش لحالك، اوكي، او عم ترمم حياتك. وعم شوفك في طاقة مراقبة للشريك، عم تراقبه للشريك، وفي حنين لهذا الانسان. عم شوفك عم تحن انه تكون معه، او يعني كملوا حياتكم مع بعض، لأنه كأنه عم تتذكر أيام حلوة كانت مع بعض، أو في ذكريات جميلة مع الشريك. في حب كبير عم يجمع بينك وبين هذا الإنسان. أوكي، عم شوف في طاقة مراقبة وطاقة حنين للماضي وللشريك. كذلك عم شوف هذا الإنسان، ممكن هذا الإنسان يكون شخص له منصب كتير عالي، وشخص ناجح ماديا، ممكن يكون برج الجدي، وكذلك ممكن يكون من أبراج ترابية. عم شوفوا لهذا الشخص ناجح ماديا وعنده مرتبة عليا بالدولة، إذا كان بيشتغل بالدولة. إذا ما كان بيشتغل بالدولة، فأنا عم شوفه حدا بيشتغل بكل ما يخصه بالتجارة وبالأموال وكذا هيك. يعني عم شوفك كذلك، ممكن عم تجمعك علاقة كتير وطيدة مع هذا الإنسان. للبعض منكم بقول للبعض، ممكن تكون علاقة جنسية أو علاقة شديدة التعلق، أنتم متعلقين مع بعض. هو كذلك يشعر بتعلق شديد، ممكن يحس برغبة شديدة لإلك، ممكن بحس إنه محتاجك، مو فقط كشخص، حتى جسديا ممكن يحتاجك كإنسان. أوكي، عم شوف كذلك في رغبة، إذا كنتم مبتعدين عن بعض، في رغبة لإصلاح الأمور، في رغبة لتسوية أمور عالقة بينكم. عم شوفوا لهذا الإنسان كذلك يحمل كثير من الآلام تجاهك، أو كثير من الوجع تجاهك. عم شوفوا كأنه شخص متألم من جواته، يشعر بأنه تنقصه بحياته، محتاج لإلك. وكذلك عم شوفوا كأنه كانت في مشاكل بيناتكم، وخلت العلاقة تنتهي، أو كان في تجريح كلامي، أو في تجريح خاص، لأنه عم شوف مكسور القلب. ممكن هذا الابتعاد خلاه ينكسر أكثر وأكثر. أوكي، عم شوفه كذلك على أنه يريد إرجاع الأمور، يريد إصلاح الأمور. ممكن إذا بيناتكم أطفال وأنتم كنتم متزوجين، يريد الصلح ويريد إرجاع الأمور. إذا كذلك كانت علاقة، بس علاقة حب، فأنا عم شوفه يريد، يعني عنده نية إنه يرجع العلاقة إلى ما كانت إليه، أو أحسن كذلك. عم شوفه لهذا الشخص رح يأخذ خطوة. أوكي، رح يأخذ خطوة تجاهك، تجاه العلاقة، إنه يصلحها، إنه يعمل خطوة لإصلاح هذه العلاقة. ممكن بده إرجاع علاقة. أوكي، عم شوف في شعلة، في متقد هذا الإنسان إنه يخلي العلاقة ترجع إلى شغفها الأول، أو ترجع العلاقة من جديد حية. ممكن تتعاملون مع برج الثور أو برج الأسد، أو تتعاملون مع أبراج، عم شوفكم عم تتعاملوا مع أبراج ترابية بشدة، أو أبراج مائية. عم تطغى على هذه القراءة الأبراج المائية والترابية. بس عم شوفوا لهذا الإنسان كتير راغب إنه يحسن الوضع، إنه يصلح الأمور. ممكن أنت كشخص عم شوفك لك مدة، أنت عم تنتظره لهذا الإنسان، ممكن تكون حتى كذلك 4 سنوات أو حتى 4 أشهر، وأنتم مختلفين أو مبتعدين عن بعض.
كذلك يظهر على أنه في مدة زمنية طويلة وأنت عم تنتظر هذا الشخص، كأنه أنت مليت، حصل لك يعني كأنه حصل لك مليت أنه هذا الإنسان ممكن ما رح يرجع لي، أوكي، ممكن ما رح يكون معه. عم شوفكم كذلك تتمنون كل ليلة وكل يوم عم تدعون الله عشان يرجع هذا الإنسان لحياتكم. ممكن عم تجثثوا عليه، عم تطلعوا على صوره، عم تشوفوا حالته، ممكن عم تشوفوا على السوشيال ميديا شو أخباره، شو الجديد تبعه. يعني عم شوف طاقة مراقبة كتير من ناحيتكم أنتو يا أصحاب برج الثور، أوكي. عم شوف كذلك على أنه ممكن أنت كشخص يا برج الثور محتفظ بكرامتك، عم شوف في احتفاظ للكرامة أو في كرامة عالية جدا. عم شوفك لن تخطو خطوة إلى الأمام مع هذا الإنسان إذا لم يبدي خطوة هو الأول، أوكي. ممكن هو يعني واخد الأمر بالتمهل. عم شوفك كذلك عندك كرامة كتير عالية، وعم شوفك يعني محتفظ بمشاعرك لإلك رغم من إنه في حنين لهذا الإنسان، وأنت عم تراقبه لهذا الشخص، وبدك يعني شيء يغير الأمور، أو يعني قدر يحصل شيء بالحياة إنه يجمعكم مع بعض. بس ما عم شوفك عم تعبر بمشاعرك لهذا الإنسان، ممكن محتفظ بمشاعرك، ممكن ما عم تبدي الأشياء الخفية تجاه هذا الإنسان، أوكي. عم شوف كذلك عندك رغبة إنه يكون في زواج إذا أنت من الأشخاص اللي بعلاقات حب. فأنا عم شوفك في رغبة شديدة وملحة إنه تكون في علاقة زواج، في علاقة ود، في علاقة يعني سيريوس، يعني في علاقة جدية بيناتكم، يعني مختومة بالزواج. لأنه عم شوف نيتك أو الرغبة لا تبعك يا برج الثور إنه يكون في زواج، أوكي، في كوميتمنت. بس أنا ملاحظ في شيء، في نوع من الغرور بالعلاقة، كأنه أنت يعني واخد الأمور على قلبك ومبدك يعني إصلاح. كذلك هو يعني واخد الأمر، ما بده يعمل خطوة، أوكي، لأنه كرامته ما بتسمح له. في غرور أو في نوع من الإيجو كتير عالي بهذه العلاقة. كل واحد عم يحكي أنا مش ممكن أعمل خطوة تجاه هذا الإنسان، لأنه هو جرحني، هو كسرني، هو عمل كذا وعمل كذا، وأنا ما رح أعمل خطوة حتى هو يجي يطلب مني السماح. هو بذات الشيء يعني هو عنده نفس الكونسبت أو نفس المبدأ، عم يشوف على أنه هو اللي مجروح، هو اللي مطعون بقلبه، هو اللي في كسر بقلبه، وأنت لازم تصلح الأمور، أوكي؟ كذلك عم شوف على أنه دعوة، عندك دعوة للاستشفاء، أوكي. ممكن هذا العلاقة أخذت كتير منكم وجرحت لكم قلبكم، ممكن هذا هو السبب اللي خلاكم في نوع من الكبر وفي نوع من الإيجو كتير عالي، عشان في كل واحد جرح الآخر، وكل واحد عم يشوف الآخر هو اللي غلط، ولهيك انتم مو قادرين ابدا انه يعني تعملوا خطوة للأمام او تنجحوا العلاقة او تصيروا بمستوى كتير عالي، اوكي، بالعلاقة، لانه كل واحد عم يشوف الآخر مغلط. لهيك عم يدعوك الورق انه تتشافوا من كل هذه الآلام. في شيء بقلبك، حاول انه تتشافى، او ممكن فيك تحكي معه، تقله اللي بقلبك وتقله اللي جرحك تجاه هذا الانسان، اوكي. ممكن عم تخفوا مشاعركم وما عم تحكوها لبعض، اوكي. واذا حكيتوا مع بعض ممكن تحكوا بكلام جارح او كلام قاسي، اوكي، وهذا اللي خلى العلاقة تسوء. كمان هون بيقول لك المسامحة والتعلم، أوكي، كأنه في بيقول لك
بيقول لك انه لازم تعمل اعادة واستشفاء لكل ما هو مضى، اوكي، وتستفيد من التجارب السيئة اللي عشتها مع هذا الانسان لتصبح بالمستقبل علاقة جيدة، اوكي، كأنه دعوة للمسامحة والتعلم من الأخطاء الماضية. إذا عندكم أخطاء بالعلاقة يعني بالماضي، حاولوا إنه تعالجوا الأمور، تعالجوا العلاقة وتتطوروا أكثر، أوكي، تصلوا إلى مرحلة إنه تنجحوا العلاقة، إنه تطوروا العلاقة، أوكي، وتتعلموا من الماضي، مش مشاكل الماضي نعيدها هي ذاتها، أوكي. عم شوف كذلك، عم شوف في كبر، اوكي، اذا انت بتنتظر عودة الحبيب بشهر معي ما عم شوف، اوكي، بالمستقبل البعيد عم شوف الانسان عم يخطي خطوة للامام لاصلاح الامر، اوكي، بس بشهر معي عم شوف في طاقة غرور، في طاقة مقاومة، هذا الانسان عم يقاوم مشاعره، هذا الشخص عم بيكبح مشاعره، بيكبح يعني الخطوات اللي رح تأتي للأمام، بحاول إنه يمسك أعصابه أو يمسك حاله إنه ما يحكي معك، بس عنده رغبة شديدة وملحة إنه يكون معك، أوكي؟ كذلك عم شوف مستقبل العلاقة جيد، أوكي؟ لأنه الـ Eight of Cups اجت مقلوبة، يعني في رجعة وفي عودة بالمستقبل، اوكي، اذا عم تسأل عن العودة في عودة، اوكي. رح احاول افتح للعزيب شو الطاقة، اوكي، عم شوف الحظوظ رح تلعب لعبة معك، عم شوف لأصحاب لعزة برج الثور، عم شوف الحدود بجانبكم، ممكن يعني ممكن تلتقوا مع شخص كتير حلوة، كتير جميل، يتصف بالجمال، يتصف كذلك بالشخصية اللبقة، المتكلم الجميل، ممكن أنتوا تتعاملوا مع أبراج مائية. ممكن كذلك عم شوف على أنه هذا الإنسان ممكن يكون من الأبراج المحكومة من كوكب الزهرة، اللي هن مثلكم برج الثور أو برج الميزان، أوكي؟ عم شوفك يا برج الثور، بالرغم من انه في شخص عم يتقدم لإلك او في خطوة للامام تجاهك، عم يعمل خطوة تجاهك، عم شوفك انت شخص يعني مبتعد، كأنه اخذت كتير صفعات على مدى السنين السابقة، او العلاقات الماضية ما كانت جيدة معك، فانت حاولت انه يعني تبتعد عن الشريك أو تبتعد عن العلاقات، لهيك عم شوفك مبتعد أو بطاقة الابتعاد، أوكي، فعم حسك كأنه في ضبابية أو في عدم رؤية واضحة للعلاقات، كأنه أنت ما بلش ما صرت تفهم أصلاً كيف عم تمشي العلاقات، أو صرت عم تتساءل هل هو المشكل منك أو المشكل من الشريك الآخر. فعم شوفك مبتعد وما عايز او مرايد ابدا انه تدخل بعلاقات، لهيك عم شوفك مبتعد، بس عم شوف انه في شخص مناسب رح يعني رح تحصل عليه، اوكي. ممكن انت عم تنظر لهذا الانسان لانه شخصية مثلا، كأنه عندك شكوك تجاه هذا الإنسان، أو عم تشوفه على أنه شخصية متلاعبة، ممكن تشوفه شخصية مثلا متعددة العلاقات، ولهيك عم شوفك يعني في تهرب أكثر، أوكي، عم تتهرب من العلاقة ومعايز أنه تمشي بالعلاقة لأبعد من المتصور، وعم شوفك بتبتعد عشان انت عم تشوفه غير صالح لإلك، اوكي، بس عم شوفه شخص كتير لبق بالكلام وكتير انسان رح يعطيك امل اصلا بالعلاقات. عم شوفه شخص متلهف انه يكون معك، وشخص متلهف انه يكون
بأقرب وقت معك، أوكي؟ عم شوفه يعني في رغبة، وفيش يعني في رغبة شديدة إنه يكون هذا الإنسان حدك، بس ممكن كذلك يكون هذا الإنسان المناسب، أوكي؟ عم تطلع كطاقات عندي برج الحوت، عم شوف برج الأسد، عم شوف أبراج مائية بشدة وأبراج ترابية، وعم شوف كذلك برج الردي. هيدي كطاقات عامة أنا هيك عم يطلع عندي. كذلك عم شوف على أنه لأصحاب برج التور ممكن تجي فرصة كتير ذهبية لإلكم، أوكي؟ بهذا الوقت بشهر معي كأنه في فرصة أنه في ربح أو في علاقة جميلة جدا، أو مثلا حدا يعني تتعرفوا عليه يحكي لكم أنه بده شراكة مهنية معكم، ويكون هذا الإنسان شخص رح يرفعكم لمستوى عالي، لأنه عم تطلع the star، يعني كأنه في رفعة بهذا الشهر رح تحصل لإلكم، أو رح تلتقوا مع إنسان رح إذا ما كان حتى علاقات، فأنا عم شوف على أنه ممكن تعمل شراكة مع إنسان تخليك إنسان غني، أو تخليك إنسان في مراتب عليا، أوكي؟ عم شوف يعني هالشهر رح يكون شهر جيد بالنسبة لأبراج التور، طبيعي لأنه هيدا الشهر رح تمرق الشمس من برج التور، وحتكون الطاقة كتير قوية وداعمة لبرج التور، أوكي؟ بتمنى لكم كل الخير والمسهرات. هيدي كأنه رؤوس أقلام لبرج التور أو الطاقة العامة بهذا الشهر. بتمنى لكم كل الخير، ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي.